وسهلا فيكم مشاهدين برنامج سيدتي بحلقة جديدة. أهلا وسهلا فيكم زميلاتي عبير ومهورين. أهلا وسهلا فيك يا أودي، وأهلا وسهلا طبعا بزميلاتي الجميلات وبالسادة المشاهدين. يعني أنا مرة أحب الحلقة بصراحة اللي نكون فيها إحنا الأربعة مع بعض، أربعة على واحد حرام. أهلين يا مهوري. أهلا وسهلا فيك عبير، مساكم الله بالخير جميعا، ومساكم الله بالخير مشاهدينا. وحلقتنا اليوم أكيد فيها مواضيع كثير وتهم الكثير منكم، وهلا وسهلا ريم. هلا وسهلا بكم كلكم، واكيد هلا وسهلا بمشاهدينا. يعني لما نقول يوم جديد يعني حلقه جديده من برنامج سيدتي، يعني موضوع جديد اجتماعي دسم، وجهات نظر مختلفه، فاكيد متحمسه كالعاده لحلقه اليوم. حلقتنا اليوم فيها مواضيع كثيره ومتنوعه، خلونا نشوف عناوين. روتانا للصوتيات والمرئيات تفتتح مقرها الجديد بالرياض. السالفة وما فيها، العنف الأسري داء يفكك الأسر والزوج آخر ضحايا. أطباء سعوديين يشاركون في أول كتاب عالمي في التكميم. الوليد للإنسانية وإعمار اليمن يوقعون اتفاقيات في مجال الإسكان والتعليم. في سيدتي وطفلك، طرق للترفيه عن الأطفال من دون التلفزيون. ونبدأ حلقتنا فقرة الأخبار مع أول خبر لليوم بحضور كل من صاحب السمو الملكي الأمير الوليد بن طلال الرئيس التنفيذي لمجموعة روتانا، ومعالي المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه، والأستاذ سالم الهندي الرئيس التنفيذي لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات. تم افتتاح المقر الجديد للشركة بالعاصمة الرياض. كاميرا روتانا خليجية نقلت لنا الأجواء، خلونا نتابع في التقرير التالي. دشنا صاحب السمو الملكي الأمير الوليد بن طلال بن عبد العزيز رئيس مجلس إدارة شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، وبحضور معالي المستشار تركي بن عبد المحسن آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه، والأستاذ سالم الهندي الرئيس التنفيذي لشركة روتانا، افتتاح المقر الجديد للشركة في مدينة الرياض. لا شك روتانا دائما في خدمة المملكة العربية السعودية. روتانا بدعم الأخ الحبيب العزيز تركي آل الشيخ مستشارنا في الديوان الملكي، لا شك ودعم روتانا أبعد حدود، ولا شك روتانا الصوتيات الآن بدعم أخ سالم الهندي، تعال سالم، دعمت كل توجهات الدولة الترفيهية، ونحن دائما تحت الأمر. أي أمر تطلب الدولة منا، مثلا بهيئة الترفيه بقيادة أخي تركي آل الشيخ، نحن جاهزين للتنفيذ فورا لخدمة الدولة. ما في شك، هذا صرح عظيم، صرح كبير أنشأه سمو الأمير الوليد. الشركة روتانا مي بشركة بس على مستوى الشرق الأوسط، حتى على مستوى العالم، إذا بتصنفها على مستوى العالم من الشركات الكبرى على مستوى العالم، أكبر عدد فنانين من المحيط إلى الخليج. هذا كله ما كان راح يدم لولا دعم القيادة الرشيدة، مولاي خادم الحرمين الشريفين وسيدي سمو ولي العهد اللي حريص، واللي في اجتماعاته مع سمو الأمير الوليد كذا مرة. يا سمو الأمير، أنا كنت حاضر كذا مرة، كانت روتانا يعني من الأشياء التي يحرص سمو الأمير أنها هذه من القوة الناعمة للمملكة العربية السعودية. وأنا أفشي سر أخي محمد سلمان يقول لي روتانا تمثل المملكة العربية السعودية بمناطق الترفيه، والأخ تركي آل الشيخ مشي في توجيهات أخي محمد سلمان، وإحنا دائما تحت الأمر في تنفيذ أوامر الدولة الترفيهية لرفعة الشعب السعودي وإعطائه سرور الانبساط والفرحة.
الحمد لله. على مستشار ايش الجديد في الترفيه اويسس وصار الان انا رايح اشوف اويسس، هذا مشروع خاص يعني مشروع بشراكه مع الترفيه، انا رايح اشوفه الان، لكن ان شاء الله نشوف بس الوضع الان الاشتراطات الصحيه والوضع اللي صاير، بس ان شاء الله 2021 بتكون افضل بكثير ان شاء الله. تحت قياده الملك سلمان واخي محمد سلمان نحن في خير وألف خير بإذن الله تعالى إن شاء الله. تمت هذه الاحتفالية بمشاركة كافة أفرع شركة روتانا للصوتيات والمرئيات في مختلف المدن والعواصم العربية عبر شاشات مرئية مباشرة. يذكر أن المقر الجديد لإذاعة روتانا أف أم في الرياض يتضمن استديو الإذاعة بالإضافة إلى المكاتب الإدارية وقاعات الاجتماعات. الله، طبعا إنجاز جديد لمجموعة روتانا، وإحنا جدا سعيدين بهذه الإضافة وبهذا الإنجاز، وطبعا كلنا مبسوطين لهم، ألف مبروك. أكيد طبعا ريم، يمكن الخبر زي كده بصراحة كلنا شوق، بداية إحنا يعني من ضمن أسرة روتانا ومن ضمن خلينا نقول هذه العائلة الكبيرة. للأمانة أنا جالسة أتخيل في يوم من الأيام إن شاء الله أول ما تخلص بإذن الله هذه المكاتب وهذه الأمور كلها هننتقل إلى هناك ونشوف الوضع وكيف نكون ونجلس. مرة عندي تخيلات يعني جميلة بخصوص هذا المكان. صحيح، يعني متحمسين إن شاء الله للزيارة عبير، ممكن نحن نشوف المقر ومتأكدة أنه شيء جدا جميل أكيد، والتعاون تعاون عظيم جدا. ألف مبروك لهم وعقبالنا إن شاء الله بإذن الله. ونبقى مع الإنجازات ومعالي المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه كشف عن موعد إطلاق فعالية أويسس الرياض مشيرا إلى أن الإطلاق سيكون يوم الأحد القادم، ودع الجمهور للحضور والاستمتاع بالجهود اللي قدمها الشباب السعودي بدعم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان. طبعا رائع جدا، يعني احنا بنستنى الأويسس، أويسس الرياض، وهذا الافتتاح ما شاء الله تبارك الله، الكل في هذا انتظار هذه التحفة الرائعة والجديدة والوجهة السياحية الجديدة في الرياض يوم الأحد القادم الافتتاح. أتوقع احنا أول الحاضرين أكيد طبعا. يعني ما شاء الله الرياض صارت مدينة سياحية وجهة حتى داخليا وخارجيا، يعني الناس صاروا يجون يبغون يشوفوا الرياض كيف تغيرت الرياض ما شاء الله في فترة وجيزة. وفعلا أنا سمعت أشياء مرة حلوة عن أويسس الرياض وقد إيش بيكون وجهة، بيكون يعني المكان اللي يتجمعون فيه الناس. أنا بصراحة مو بس متحمسة على مدينة الرياض، لسه كنت بفكر أمس لما كنت بشوف الفيديو في الأخبار تحديدا أنه قد إيه المملكة العربية السعودية صارت مكان سياحي عظيم. يعني فعليا بدأت أتناقش مع أهلي أبغى أروح جزر فرسان، وهي كل يعني هذا جزء. انا عارفه انه احنا بنتكلم عن اويسس، سوري ريم، بس انه يعني قلت لا خلاص انه ما شاء الله ما في حاجه ناقصه، احنا موجود يعني خلينا نقول كدولة سياحية. ايوه نحن مو بس سياحية، انت بتتكلمي يعني متكاملة العناصر والحاجات اللي فيها تخليها سياحية، امن وامان. يعني انا كل يوم احمد ربي اقول يا الله الحمد لله اني انا لما قررت يعني ارجع استقر في السعودية كان قرار عمري ما ندمت عليه، بأعيش في العصر الذهبي سواء للمرأة لتمكين المرأة او حتى للدولة كأحداث ومناسبات ومهرجانات وانجازات ضخمة وكبيرة. يعني فاتوقع يعني حتى قاعدة أقول لنفسي أنا ترى ما أتوقع أني راح أسافر برة السعودية لا خلال سنتين ولا ثلاثة السنين الجاية، يعني أتوقع أيوة. أنا مرة جالسة عشان أستمتع بكل شيء ولله الحمد، الحمد لله من جد كل شيء أصبح متوفر في المملكة العربية السعودية. وبما أنك ذكرتي الأمن والأمان فعليا الحمد لله، لأنه في كثير خلينا نقول دول بتواجه صعوبات أو عقبات معينة. في أمريكا مين كان يتخيل اللي بيحصل في مبنى الكونغرس في أمريكا؟ وعلى سيرة مبنى الكونغرس تعالوا أقول لكم، ترى مسكين مستقعدين للرئيس الامريكي، طبعا هو السابق لسه ما سال ولا الحالي هذه اليومين، خلينا نتاكد منك انت يعني اكيد متابعه.
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقفوا له برضو موقع اليوتيوب حقه، ممنوع إنه هو يصير ينزل فيديوهات، ممنوع إنه هو يصير خلينا نقول ليش شايفينه كده، موقع يوتيوب وقف له هذه القناة عشان خاطر هو بيحرض الأشخاص على العنف أو الهجوم اللي قاعد يصير الآن، خاصة بعد ما حدث في مبنى الكونغرس في أمريكا. فيعني طبعا هو السياسة معروف التويتر واليوتيوب وغيره، أي شيء يحرض على العنف أو فيه كراهية على طول بيشيلوه، حتى لو كان هذا الشخص رئيس دولة عظمى كأمريكا. ترى حتى تويتر وقفوا له. أيوة من أول. مسكين يعني، والله العظيم انه هذا مجنون عنده جنون العظمه، بس زي الناس بتتابعه مختلفه، الناس بتتابعه عشان كده يعني، عرفتي بتابعه يعني، انا واحده بتابعه عشان بس اتفرج على ايش كان ايش يبغى عشان تضحك يعني، بصراحه ايه نشوف ايش يبغى. جميل. يعني ما اعرف، بس هو كان صراحه له وقته وسوى اشياء حلوه، مع انه شخصيته شوي غريبه للامانه كرئيس دوله ودولة قوية يعني مثلا زي أمريكا، لكن يعني مشت عدت على خير الحمد لله. يعني كنت أنا متوقع أنه يجيب العيد، بس أنه ما هو الحين قاعد يجيب العيد، قاعد يجيب الهولي بيس. لا هو بزنس مان في النهاية يعني عبير، ما هو مفروض، لكن سبحان الله ما تدري. عموما خلينا ننتقل إلى خبرنا الثاني. ونشرت CNN الأمريكية صور لقرية شاقر التراثية في المملكة من عدسة المصور محمد أبو حسين، موضحة أنها تعد بمبانيها الطينية الفريدة وممراتها المتعرجة وسكانها الودودين من الوجهات المثالية لمن يرغب في التعرف على التراث في البلاد، كما أنها تعد مثالا شاهدا على الحياة التي كانت موجودة قبل النفط. الله، قرية شاقر يعني معروفة أكيد. CNN انتبهي يعني. يعني أكيد، شوفي الجمال، شوفي النخل، شوفي المباني، شوفي بيوت الطين، بيوت الجداد شلون كانت. شوفي يعني هذه المباني الواحد يحافظ عليها، ودائما حنا نقول يعني هذه جزء من التراث، الواحد من جد من جد لازم يحافظ عليها. وأنا أعرف أنهم كل فترة وفترة يجددون فيها أنها ما تنهار ولا يصير فيها شيء ولا تتصدع، وهذا طبعا جهود يشكرون عليها للأمانة، لأن فعلا هذا تراثنا وهذول أجدادنا وبيوتهم وذكريات، شيء صراحة مرة عظيم، وأنا مرة ودي أروح أشوفها. الحين ما عاد عندنا عذر عن السياحة، يعني إذا تبون أشياء كويسة كان أبيها، إن كان تبون أشياء تراثية كل شيء موجود يعني ما شاء الله عندنا. يعني يمكن قرية شاقر هي واحدة من العديد من القرى في السعودية اللي محتفظة بثقافتها وبتراثها، وفيها مباني تعود لمئات السنين، وهذا الشيء الحلو أنه أهل القرى عندنا في السعودية بيحتفظوا بقراهم، بقرى أجدادهم والأشياء الحلوة اللي عندنا، وهذا الشيء يحسب لنا ولله الحمد. عموما مشاهدينا، احنا كده انتهت جولتنا لليوم، ولكن تشاهدون بعد الفاصل. مشاهدينا، سلفتنا اليوم وما فيها رح نناقش موضوع جدا مهم ويعاني منه الكثير من المجتمعات حول العالم. السالفة وما فيها لليوم، العنف الأسري. إذن سلفتنا اليوم رح تكون عن العنف الأسري، وهذا يمكن المصطلح بنسمعه كثير في كثير من دول العالم، مو بس في مجتمعاتنا العربية، وحتى موجودة في جميع المجتمعات، حتى المجتمعات المتطورة والمتقدمة في الدول العظمى. ولكن في البداية خلينا نتكلم عن مصطلح العنف الأسري، وهو استخدام القوة أو العنف ضد أشخاص معينين في الأسرة، أو التهديد بتعنيفهم. هذا العنف ممكن يكون جسديا، وقد يكون أيضا معنويا، معنويا يعني لفظيا، يعني يؤذي النفسية بشكل أكثر. قد يصيب هذا العنف الأسري الزوج أو الزوجة، الأطفال، الأخ لأخته، الأخت لأخوها، وكمان الزوجة لزوجها، وهذا موضوع جدا مهم كمان. صح يا ريم، ونبغى نتناول كمان كثير من خلينا نقول الجهات الخاصة أو تندرج تحت موضوع العنف. لكن لما نجي نتكلم عن العنف بشكل عام، أنا ما أعتقد ريم أنه ممكن يكون العنف هي مشكلة فرد أو مجتمع واحد أو دولة واحدة. العنف ممكن يؤثر على كل المجتمعات، على كل العالم. صح.
على باختلاف الطبقات وباختلاف الأسرة أصلاً صح. اللي بتعنف. خلينا نقول الأسرة ليش؟ الأسرة هي نواة المجتمع، الأسرة هي اللي بتبدأ كل شيء، كل شيء كويس وكل شيء وحش. صح. فعلياً لما ما تكون الأسرة مهتمة بالأطفال، مهتمة بالأبناء، حريصة خلينا نقول على سلامة صحتهم، حريصة على سلامة فكرهم، على سلامة جسدهم، صدقيني وقتها الأسرة أكيد ما هتعنف. أنا أشوف إنه المشاكل العنف الأسري تنبع من نفس المجتمع، من نفس الأسرة، كيف تربي أطفالها، كيف تربي عيالها. دائما نلاحظ لما كنا من زمان، حتى خاصة الناس زمان، دائما أدب أختك. ما في كلمة إنه انتبهي لأخوك، انتبهي لأختك، الكلام اللي فيه حنان اللي صح. يخليهم يرأفون بها الحوار بالضبط صح. بحيث إنه لما يكبر الشخص يصير إنه عنده نوع من هذا الحنان اللي خلص ما عاد يقدر يعنف، ما عاد يقدر يظلم، ما عاد يقدر يؤذي. لا تربينا يعني من زمان تربوا، إحنا الحمد لله ما تربينا التربية أتوقع الجيل الجديد، بس اللي قبل تربوا إنه الرجل هو الأساس. يعني قصدك يا أودي إنك تتكلم عن الموروث الاجتماعي اللي ممكن قد يخلق هذه الفكرة داخل الأسرة، بحيث إنه يفرق بين الشاب وأخته أو الذكر والبنات، إنه بالضبط. أنت رجال هذه من أسباب العنف، تدينه أسباب إنه يعنف أخته وتدينه الصلاحية أيضا، واللي يضيق الصدر أكثر إنه حتى الأمهات أنفسهم هم اللي يربون ذي التربية. يعني صح. الأم المعنفة هي اللي تربي ذي التربية، إنه الرجل لا. صح للأسف. أتفق معك، أتفق معكم جميعا للأمانة، وفعلا يبدأ من الأسرة. ويعني في كثير عوائل مثلا تخلط بين أن التربية أو التوجيه بالأصح والعنف. تقول لك أنا ضربتها، طب ليش ضربتيها؟ عشان هي ما تسمع الكلام، وهو ما يسمع الكلام. أو بين طيب العنف ضربتيها هذا عنف. أنت علمتي عليها مثلا على يدها ولا ضربتيها؟ يعني حتى إحنا في ديننا الإسلامي يقول لك ما تضرب على الوجه، وقد شفنا أمهات صح. يضربون على الوجه أو آباء يضربون على الوجه، هذا حتى في إهانة صح. للإنسان. ففعلا ممكن يكون مجتمعي أو عادات وتقاليد أن الولد والبنت في فرق، وممكن يكون بعد فرق في التربية واللي ممكن ينمي الكراهية والعداوة بين الأخوان، أن ليش مثلا أخوي له حق وأنا ما لي حق، طب إيش الفرق؟ طب هو يعني في ديننا الحرام حرام والحلال حلال، ما يفرق على بنت أو ولد، والعيب صح عيب صح. حتى في العادات والتقاليد العيب عيب بين البنت والولد إذا جينا نقارن. مزبوط. ففي ناس ممكن أنهم ينمون هذا الشيء بين عيالهم فيكبرون على هذا الشيء، فيصير في عنف أسري، أن حلال عليه وحرام عليك، يجي يضرب أخته، يجي عنف أخته، يجي وكذا بيأثر سلبا على النفسيات يا مها. يعني أنا أشوف أنه ممكن سواء كان الأخ هو اللي قاعد يعنف أخته، فأنت قاعد تأثر على نفسيتها ونفسية الأشخاص التانين الموجودين في البيت، أن ربيها أيوة. يجون كذا بهذه الطريقة. يعني نقطة مرة حلوة ذكرتها أودي، اللي هو مو بحنان، توجيه أكيد لازم كلنا نربي عيالنا أكيد، لكن الطريقة توجيه ممكن. أنا أشوف دائما أقول يعني حتى الناس أشوفهم ممكن أنهم يضربون حتى لو على اليد الأطفال، يعني الحرمان ممكن أنه يخلي أكثر سلاسة وتقبل. العقاب اللي هو بالحرمان، أسحب بلاي ستيشن، أسحب الآيباد صح. أوكي، بس لا يصير عنده الضرب عادي. أنا دائما أقول التربية بالخوف ما تمشي، لأنه راح يكون ما يسوي ذا الشيء بوجودي، بس لما أربي طفلي على الاحترام حتى بعدم وجودي ما راح يسويه. فأنا ربيت فيهم شيء كويس بدل ما أنا ربيهم على الخوف، على الأشياء النفسية اللي ممكن حتى تأثر بنفسية الطفل. يعني تخليه شخص غير سوي، ويمكن هذه بعد من أسباب اللي إحنا نشوفها في العنف الأسري. بالفعل يعني يمكن لو نتكلم عن أسباب العنف الأسري زي ما ذكرت، الموروث الاجتماعي أو الثقافي، غياب الوازع الديني، أسباب ممكن تكون اقتصادية تتعلق بالفقر، بالحالة الاجتماعية صح. أسباب ممكن تكون كمان بالمجتمع، يعني يمكن زي ما ذكرنا الموروث الاجتماعي وغيره، سوء الاختيار، وهذا شيء برضه جدا مهم من بداية العلاقة بين الزوجين. بالضبط، ما في تكافؤ بينهم، ومعروف مثلا انه هذا الزوج، او معروف انه عائلته ترى دائما عندهم المرأة مثلا مهانة او معنفة، او انه ترى من البداية ممكن يبان هذا الزوج ايش يبغى بالضبط، وبيكون في تعريف واضح من البداية. لا تروحي عند اهلك بس ريم، لا من التعليم التكافؤ. خلينا نقول لك حاجة، ما اعتقد انه هو يبان، لانه لو بان مثلا لأهل الزوجة قبل الزواج
راح يرفضوا هذا الشاب. عرفتي؟ احس انه تبان بعدين للاسف بعد يعني انا اشوفها ايوه زي ما ادري هي خدعه هو شيء فجاه يبان هو شيء يبان مع كثره الضغوطات المسؤوليات هذه الامور صراحه ما ادري لكن اللي متاكده منه انه فعليا العنف عفوا ممكن ياثر مو بس في الفرد ومو شخص واحد في الاسره كلها اللي هتاثر على كل المجتمع صح عبير خليني اقول لك على هذه النقطه اذا تخيلي مثلا عندنا نسبه العنف الاسري كبيره والحمد لله احنا يعني انا اعتقد ما عندنا هذه النسبه الكبيره اللي مخيفه تخيلي ان كل اسره معنفين او كل اسره فيها كم فرد معنف او حتى لو فرد واحد حيطلعوا للمجتمع بتطلع امراض نفسيه بياثر على المجتمع لانه وعلى طاري النفسيه ترى مو شرط يكون ضرب يمكن احنا بدينا الموضوع بالتعنيف الجسدي ممكن يكون تعنيف لفظي إهانة كل يوم كلام مو بزين كلام يجرح كلام يحبط تخيلي يعني انسان مثلا ناجح يجي احد يعنفه يوميا في البيت او يتكلم عليه الاحباط خلاص بيصير فاشل فتخيلي هذا الفاشل ايش حيسوي في المجتمع بيطلع انسان فاشل بيطلع انسان ممكن مدمن مخدرات ممكن يطلع مجرم ممكن يطلع متحرش ممكن يطلع مغتصب مانع حرامي حتى لو ما هو محتاج في ناس عندهم امراض تدفعهم او امراض نفسيه بالاصح تدفعهم انهم يسوون هذا الشيء في المجتمع الأشكال مرة كثير وتأثيرها النفسي مرة كبير خصوصا لما يكون العنف نفسي زي ما قلت يا مها العنف النفسي في وجهة نظري أسوأ بكثير كمان من الجسدي ما راح أقلل من خطورة الجسدي أيضا خصوصا لما يكون العنف الجسدي على زوجة على أبناء على أخ على أخته ترى هذا الأخ ممكن يتطور ويتمادى بأنه ممكن يضرب أبوه أو أمه في المستقبل فهذا بالضبط بتحصل لأنه تمادى لأنه ثقافة المجتمع أو أنه الأسباب أو أنه خلينا نقول الأعذار اللي بنديها للولد كثير يعني ما راح أبرر للبنات ترى في بنات برضو معنفين كمان سواء لأهلهم لأمهاتهم لأبوهم حتى لأخوانهم يعني وهذا بيكون لي أشكال كثير يعني إنه التقليل من شأنهم التقليل عدم احترامهم ترى هذه كلها تندرج من أشكال العنف صح قرأت مرة أن علماء النفس يقولون التأثير النفسي والعنف النفسي أشد أنواع العنف الأسري لأنه ما يقدر يتخطاه يعني قولي الضربه ممكن تعدي تبرد عرفتي ايوه ما تعدي يعني حتى لما يكبر ترى ما تعدي بالضبط هي تقعد راس خفيفه يكون من اخطر انواع العنف الاسري صح طبعا وهذا كثير ما ياثر خلينا نقول على الطفل فينشا تنشئه خاطئه فيطلع للمجتمع زي ما ذكرته قبل شويه باسوأ ما لديه يا يعني انه ممكن يكون مجرم يا يعني انه مثلا يتعاطى المخدرات وما الى ذلك في كثير اشياء ممكن تصير فعليا هو الموضوع نفسي أكثر من أنه خلينا نقول مادة كلنا انضربنا وإحنا صغار إلا ما تمر والله أنا انفلكتي كثر من انفلكتي هل كنتوا تعتبروا أنه هذا عنف لا. يعني صح ولا لا يعني أنا بقول أنه صح أنه إحنا انضربنا وإحنا صغار وكان في أساليب عقاب مختلفة حصلت لنا لكن ما أدري هل هذه تندرج تحت العنف الأسري لا لأنه هل انضربنا هل هي أثرت فيك بشكل سلبي هل أثرت فيك بشكل سلبي ليس بالضرورة أنها تكون أثرت فيها بس ترى ممكن تكون أثرت لناس تاني على ناس تانيين نحن نختلف في استجابتنا للمواقف وللأحداث وفي ناس ممكن يتخطوها أنا متأكدة أنه إحنا ما انضربنا على أشياء هذه تافهة ايه؟ إحنا انضربنا على دراسة وتذكرينها ايه؟ أنا أكثر شيء انضربت فيه عشان الدراسة وتعرف أنه أنت كنت مثلا تستحقي هذا العقاب كان هذا العقاب أنا شفتكم مرة مؤمنين بالمبدأ عادي كده كنا كنت بتقولي إيه وعادي كنا ننضرب يمكن أنا الوقت اللي أنا نشأت فيه كان ريم أنا أعتقد كنت أنا وكل صديقاتي يمكن كنت أنا وكل المدرسة بشوف ها أودي وطلعت واحدة كمان أنه بتنضرب إيوة بس أنا عندي فلقة في الحاجة لا يعني هذه مو عنف هذا احنا نسويها كنت شقاوه مره ايوه لكن ريم مع اختلاف الازمنه ترى تختلف درجات العقاب واساليب العقاب تختلف يا عبيد ونفس واحنا نختلف احنا اقوياء ترى ابدا لا تقارن نفسك ببنتك لا اول كانت بيوتنا صغيره فكنا على قلب واحد والله العظيم انا ما اعتقد يعني ما اقدر ايدكم في الراي لانه هذا كله يندرج تحت العنف الاسري ما نبغى نقول للناس ترى الضرب اوكي عادي كويس
مع الأبناء لتربيتهم، لأنه هذا خطأ. زمان كان ما في وعي، يمكن حتى أهلنا دحين لما كبرنا، أيوه حتى المدارس وحتى أهلنا صار ممنوع عشان شيء أثر على نفسية الطالب. إحنا عشان ما نختلف في هذا الموضوع كثير، مين ضد ومين مؤيد، يعني خصوصا بما يخص سابقا أو طريقة تنشئتنا، خلينا نتكلم أكثر، نشوف رأي المختص في هذا الموضوع، كيف يؤثر العنف في الأسرة. يجب أن يكون عشان أكون أسرة، يجب أن يأخذ الرجل والمرأة دورات في بناء هذه الأسرة. كثير من الناس يدخل الأسرة وهم عندهم خلفية سابقة، مثلا يكون أبوه وأمه عايشين يعني في وضع، يكونوا مثلا عايشين بالعنف أو بطريقة يعني في أسرة متشاحنة، وبالتالي يخرج الأبن بهذه الطريقة ويعتقد أن الحياة ممكن تمشي بهذه الطريقة. لا، في اللي هي طرق بناء الأسرة الحديثة اللي هي الآن وزارة العدل الحقيقة كانت بتدرس قبل فترة، أنه عملية كيف مثلا لا يمكن عقد نكاح إلا أن يكون طرفي العقد قد أخذوا دورة في بناء الأسرة، وهذه حاجة طيبة. زي الآن مثلا ما قررته وزارة العدل أنه يكون لا يمكن عقد نكاح إلا أن يكون هنالك كشف طبي، وبالتالي حتى لازم يكون في كشف نفسي، ويكون هناك مثلا أن يكون هذا الشخص مؤهل لعمل يعني للتربية لبناء أسرة وبناء بيت. أنا وجدت من خلال عمل السابق في هيئة التحقيق والإدعاء العام اللي هي النيابة العامة الآن، وجدت أن الأشخاص حقيقة المنحرفين والمجرمين يخرجوا من بيئة، يعني تكون هذه البيئة متنافرة، ليس بينهم التفاهم. الأب في جهة والأم في جهة، الأب لا يعلم عن أبنائه شيء والأم ما تعلم عن أبنائها شيء، وبالتالي يخرج أبناء مجرمين ما في موجهين لهم. يعني مثلا نحكي لك أنه أحد الأشخاص وهو كان قاتل، فلما جلست تناقش معه يقول له أنا يعني لا معنى عندي للحياة. بقول له ليش لا معنى عندك للحياة؟ يقول ما شعرت بأبوة أبي ولا بحنو أمي، فما الحياة ما تعنيني شيء. هذا ملخص ما قال، وطبعا هو قال كلام مؤثر كثير، لكن أنا أقول نصيحة يعني أنه يكون عشان أبني أسرة لابد أن يكون البناء بناء قويا، بناء على أسس سليمة. جميل جدا، شكرا لك دكتور إبراهيم على هالكلام واللي فعلا واقعي وقاعدين نشوفه، لأن الإنسان لو ما حس بالأمان وحس بالحنان والحب والعطف والاهتمام عمره ما راح يحس إنه إنسان، ما هيقدر يعطيه الحياة فعلا، ما راح تعني له شيء. مثل ما تفضل دكتور إبراهيم قال إنه طلعوا ناس مجرمين، قتل شخص ثاني. يعني تعرفون معنى إنه أحد يأخذ روح أحد؟ ترى مو عادي، أبدا مو عادي. ليش؟ عشان والله الأم ولا الأب كانوا يعنفون، ولا كانوا مشغولين عنا، ولا كانوا أقوياء يعني في تعاملهم معاه. يعني حرام. تخيلوا إنه من أسباب يعتبر يندرج تحت العنف الأسري هو عدم الرعاية، تقديم الرعاية للأطفال، وهذا حق من حقوق الأطفال. يعني لما الأم ما تحن على طفلها وما ترضعه، والرضاعة الطبيعية جزء من هذا الكلام، وكمان الاحتواء والمحبة والحنان، نقص الحب والحنان هذا يسبب اضطرابات نفسية كبيرة عند الأسرة. تخيلوا حتى النيجليكشن اللي هي انك يعني انك ما تهتم بتربيته او العنايه به، او انك تسيبه في بيت من غير عنايه، من غير ما تقدم له العنايه والتعليم والبيئه الخصبه للحياه كريمه، هذا خلينا نقول الفقد اللي يعاني منه الطفل، هذا يندرج تحت العنف الاسري على الاطفال. فتخيلوا يعني حتى دي الاشياء برضها تندرج تحت العنف الاسري. يعني صراحة مرة حزنتني القصة اللي ذكرها دكتور إبراهيم، لأنه فعلا مها موضوع أنه هو يقتل، ولما ينسأل يقول لأني ما حسيت بحنان أمي ولا يعني أبويا كان مش موجود في حياتي. فهذه مرة صعبة، قد إيه إحنا كأم وأب بنأدي أدوارنا على أكمل وجه
يعني هل احنا صح. فعلا بنسوي المطلوب مننا؟ احنا بنحاول بس هل فعلا احنا قاعدين نسوي الدور صح؟ شوفوا يعني لاحظوا انه كله يتدرج العنف بالتدريج من المجتمع بعدين الأسرة. طب الأسرة كيف اكتسبتها؟ من المجتمع. من زمان كان المعلمين المعلمات عنف أسري شنيع صح ولا لا؟ عنف مع الطلاب لما كانوا يطقون الطالب يرجع للبيت يشتكي كانت الأم تقول لا عشان دراستك، فهذا كله سبب أشياء نفسية للطفل. الطفل كبر ونما خلاص تربى على هذه الثقافة، ثقافة العنف. فصار كل مين يستلم على هذا الموضوع، على يشتغل كل على الشيء النفسي. اللي ما قد مو قد يربي أو يجيب عيال لا يجيب، اللي بيقعد يلعب بنفسياتهم لا يجيب صدق صح. يعني خلاص إذا مو قد المسؤولية لا تشيل المسؤولية وتشيل إذا نفسك أنت قد مسؤولية تتعلم. وهي شيء للمجتمع أيضا مسؤولية هذول الأولاد. يعني هذول الأبناء لو صار شيء للأهل وهم صغار يا في تشرد يا ممكن يكونوا مثلا عصابات في ملاج يعني بالضبط أو اختطاف أو يعني أشياء أمور مرة كبيرة. ولما يكبر هذا الطفل احتمال مرة كبير يكون زي ما احنا سمعنا من دكتور إبراهيم يكون للأسف في مجرم يعني. فهذه نقطة جدا مهمة، إذا أنت منك قد المسؤولية، إذا أنت منك قد أن يكون عندك أبناء تهتم فيهم وتعطيهم من جد وتعمل معاهم دورك ده بصراحة لا تجيب. دائما أقول أصعب شيء في الدنيا أنك تكون أم وأبو، هذه أصعب مؤسسة أن الواحد يدخلها وظيفة. وأصعب وظيفة يعني لا نستهون بدور أنك تكوني أم أو أنك تكون أبو. الأثار النفسية على الطفل مرة كثير، حيولد عنده عدم الثقة بالنفس، الكذب، يصير عنده عادي يتعود على كمان العنف، يصير هو العنف ده ما يعرف أنه هذا شيء خطر أو غلط، يصير عادي عنده ممكن يمارسه في حياته العادية. مو بس كده كمان الأثر النفسي مهم، ولكن كمان تنعكس على صحته. يعني في ناس كثير مثلا بيعانوا من فقدان الشهية أو العكس أو بالضبط، أو أنه يكون في شراهة في الأكل صح. في ناس يفكروا بالانتحار، في ناس لا تكون عندهم استمتاع بالحياة أو إقبال على الحياة زي ما قال المستشار القانوني، أنه في ناس أنه خلاص يفقد الاهتمام في الحياة. الأثر النفسي خصوصا على أطفالنا أو على الطفل جدا جدا كبير وجدا مهم. الأطفال هم اللبنة لهذا المجتمع، لو أنه ما تربى صح زي ما انت قلت، لو منه ما تغرس صح وما تربى صح وما حصل على كل الاهتمام والرعاية ومورس ضده هذا العنف، بيكون لها آثار جدا سيئة على نفسيته في المستقبل. ليس بالضرورة انها تطلع عليه الآن او تظهر عليه الآن، لكن في المستقبل كل ما كبر في السن كل ما تكون هذا الشرخ اكبر في نفسيته ويأثر عليه اكثر واكثر. صح معك، يعني فعلا كثير يمكن نسمع توا بزر ما يفهم، توا نونو ما بينسى، يكبر وينسى. لا ما ينسى والله ما ينسى، يعني احنا نتذكر اشياء واحنا اطفال صح. ما كملنا خمس ولا اربع سنوات صح يمكن لسه ما نحكي، بس في فلاش باك نتذكر مين اللي نحبه، مين اللي كان حنون ومين اللي كان يعنف او مين اللي كان مثلا يستغل او يعني صراحه بعد الانسان كتله مشاعر. فما أدري شو رأيك؟ كتلة مشاعر، وللأسف الشديد لما تكون هذه المشاعر خلينا نقول من وهي صغيرة أغلبها عنف وأغلبها حقد وإحباط وفقدان ثقة بالنفس، تخيل أنت هذا الإنسان اللي هو كتلة مشاعر لما يكبر إيش هيصير؟ تخيلي كتلة المشاعر هذا لو انفجرت إيش هتصير؟ يعني أنا بس أبغى أربط مثال جدا بسيط إذا في مجال وعندنا وقت. شفتوا فيلم الجوكر 2018 2019؟ فيلم الجوكر هنا بين لك قد ايه صح. لما انت تكون مجتمع سيء وفي تعنيف وفي طفوله سيئه من حواليك وانت بتحاول، يعني كان الجوكر فعليا بيحاول انه هو يتعايش مع كل شيء سيء حواليه، لكن الى اخر لحظه اكتشف اشياء كثير، واللي هدوا انه امه طلعت ما هي امه. واو. وفوق كل ده كانت تعنفه صح وتعنفه جنسيا، وهنتكلم عن ده الموضوع اكيد في حلقتنا اليوم، لكن هذا اللي خلاه ينفجر وهذا اللي خلاه يصير الان الجوكر. واي عبير، يعني من جد انا تذكرت الحين الفيلم فعلا قصته ممكن انها كثير اثرت في ناس، وعشان كذا على فكره الجوكر له فانز مره كثير وله أيوة. يعني مشاهدين وناس مرة يحبونه. عموما احنا لسه مكملين السالفة وعندنا اشياء كثير نبي نحكي فيها، لكن مشاهدين لا تنسوا تتفاعلون معنا عبر هاشتاق البرنامج، هاشتاق برنامج سيدتي. فاصل بعد مكملين.
يمكن دائما لما نتكلم عن العنف الأسري أو نتكلم عن العنف بشكل عام داخل الأسرة على طول نتوقع أن الزوجة هي الضحية. دائما نتخيل أن المرأة هي اللي بيتم التعنيف سواء كان من الزوج أو أوقات من الأبناء ترى. لكن لا، أحب أقول لكم أنه ترى في زوجات كثير بيعنفوا أزواجهم للأسف الشديد. صادقة وبصراحة أنا كنت مستنيتكم تضحكوا يعني. عبير مرة غريب. لا معليش يعني خاصة معليش. دولة دول أفريقيا هي أكثر، تخيل دول أفريقيا هي أكثر الدول اللي فيها زوجات تعنف الأزواج. ذكرتيني بفيديو شفته قاعد تضحك عليه أسبوع. واحدة تطق زوجها، تخيلي واحدة، استغفر الله، أنا آسفة والله مو قصدي أضحك، بس صدق الفيديو مرة يضحك، ما سكته مرة نحيف فيه ما شاء الله مرة كبيرة، فقاعدة تطقها والجيران يفكون بينهم ايش دعوة. شوفوا أنا أشوف صحيح أنه ممكن يكون في عنف من الزوجة على الزوج، ترجع هذه الأشياء يمكن لظروف الزوج، اختصار وضعه المادي كيف راح يكون، بتتنمر عليه بس بطريقة عنف أكيد. وتلقينا يمكن تربيتها هي أصلا في أسرتها كيف متربية، يعني متربية على العنف متعودة، يمكن عشانها قوية. طيب شايفة عضلات نفسها صحة وهو مرة ضعيف. طيب شوفوا احنا سوينا استبيان في تويتر، خلونا نشوف الاستبيان. طيب أنا مرة بتحمس أشوف آراء الناس صراحة، لماذا تعنف المرأة زوجها؟ يقولون لكم ردة فعل لتعنيفه لها ولا ضعف شخصيته 49% ولا أسباب نفسية 26%. واو. أنا مع الاستبيان هذا، 49% ضعف شخصيته أحس إيه أنا أكيد أحس، يعني أنت أكيد يعني أنا آسفة يعني، بس إنه ما أحس إنه رجل إلا إذا بعد ما يصير هو معنف. مو لا ريم، لا يعني ما أدري هل هذا سؤال سبب إني أخليني أفرشه إذا كان شخصيته ضعيفة. متنمرة تلقينها. ايوه هو لما يكون شخصيته ضعيفة انت هتستقوي عليه فتقول تفرشي. ما هو ده يعني انتوا ذكرتوا انه جزء من شخصيته تكون ضعيفة طبيعية يا مسلمة، هل هذا سبب انك تخلي تمارسي هذا العنف على الضعيف؟ انا اشوف على نفسيتها، هي نفسيتها مضروبة صح، تستغل يمكن هي تتشفى فيه تستغل انه عنده ضعف، انا عندي مشاكل نفسيه فراح استغلها. يمكن احنا في مجتمعنا صحيح بنركز بس على جانب العنف ضد المراه، ولكن ترى موجود العنف ضد الرجل. أيوة. وانا احزن على هذا الرجل، لانه عندنا المراه تقدر تتكلم، عنفني ضربني منعني سوالي كلها تقدر تعبر، لكن الرجل عيب انه يتكلم. انت رجال معناته يحاول يصلح. معليش ريم، هي معنفة يا انك تصلح، بما انه لا، بما انه انت تحس كينونتك كرجل مش محترمة في هذا المنزل ولا مع هذه السيدة، اذا ما تقدر انت تتحكم فيها او تعرف تتصرف معاها قصدك هي تتحكم في نفسها وتصلح نفسها وتروح تتعالج، لانه هي الممارسة، هو صح، هو الطبيعي، هو هي الغلط بالضبط. هو يجي يقول لها، يقول لها لو انت ما سويتي كده ولو انت ما تعدلتي انا هتركك انفصل. انا اشوف كله يبغى لهم تقويم. هو شخصيته ضعيفة ما تلائم رجل، وهي شخصيتها قوية ما تلائم حرمة، ما تلائم يعني تكون أنثى. يعني شلون يعني؟ يعني هم يشوفون لهم دكتور. طب بنات خلنا أقول لكم، شوفوا للأمانة عشان نكون واقعيين شوي، لا عشان نكون صدق واقعيين، الرجل رجل والمرأة مرأة. ربي خلقنا كذا كبنية وكقوة، حتى لو أن بنية أصغر منها منطقيا هو أقوى منها صح، جسديا نتكلم. لكن خلينا نتكلم عن أسباب أو طرق عفوا العنف اللي ممكن المرأة تعنف زوجها فيه. شلون؟ تتهم أنه خاين وهو مسكين ما سوى شيء، ممكن أنها تخفي أدويته، تخيلوا مثلا هو مثلا مريض سكر لا هذه مجرمة أو الآخرين، هذا عنف عبير صدقيني، ما حتقدر عليه جسديا، هذه مجرمة. طب لو أنها مثلا خلنا نقول تروح تخونه مثلا وتعلمه أنه أنا مثلا خاين مثلا على سبيل المثال، طيب تقلل من قيمتها أو شأنها مثلا، إذا كان أكبر منها تقول له مثلا يا شايب، ولا يا إذا كان تعبان صدق طيب يعني هي الأشياء هدية بالضبط، ما مو شرط التعنيف ده على الرجل يكون جسدي صح. نفسي بيكون وموجودة في مجتمعنا، أنت خاين، أنت عجوز، أنت فيك يخطيك أصلا، أنت لو أنت كنت كويس في وظيفتك ما كان يطردوك. كويس مني أني صبرت، ترى هذه كلها عنف إهانة. هذا كله يندرج تحت العنف على الرجل. أنت تخيلي أنه أنا تفاجأت لما عرفت أنه الزوجة أو يعتبر من أنواع التعنيف لما تطلب مثلا الانفصال أو الطلاق بدون أو سبب. تبدأ بدون سبب طبعا، وتبدأ تهدد الأولاد وتبدأ
وحاجة مرة مهمة وكمان صدمت لما عرفتها وفرحت في نفس الوقت لأنه من زمان أبغى أتكلم عنها. في كثير من السيدات في مجتمعاتنا فعلا تستغل أنه صار لها خلينا نقول من أول هي موجودة عندها أصلا حقوقها الحضانة وما إلى ذلك، صارت تستغل هذه النقطة وتقوم للأسف تشحططوا على أولاده وتشحططوا في المحاكم. حرام صح بصراحة. أنا مرة تفاجأت إذا هذا عنف. أيوة هذا عنف فعلا، هذا عنف نفسي. ليه بترضي أنه يصير؟ يعني أكيد لو أخوك لو ولدك ده كبر في يوم من الأيام وتزوج ما ترضي أنه واحدة تسوي فيه كده، يعني إيش من كانت زوجته ولا أخته، بس أنه ما ترضيها بالضبط يندرج تحت العنف. يعني أنتوا بس بدي أسألكم، كم مرة سمعتوا في مجتمعنا سيدات يقولوا كلمة طلقني طلقني كل ثلاث أيام؟ اكزاكتلي. يعني هذه كلمة للأسف منتشرة كثير بين السيدات. لا نعمم، يعني ممكن تقول طلقني كثير ما هي من غثة منا. بالضبط هذا عنف. طيب بس هو بعد لما يغثها هذا عنف عليها بعد صح. والله ممكن هو قاعد يعنف عشان كذا قالت. لا تختلف يعني ممكن انها تستغل وتدلع. شوف انا كلها وحركة انها هي تسأله وين رايح وين جاي، المرأة المتسلطة. لا شوفي انا ما احس انه هذا عنف اذا سألته وين رايح وين جاي، يعني اشوف من حقها انها تسأل وين رايح وين جاي من باب الغيرة بغض النظر سواء كان غيرة ولا مو غيرة، هي من حقها كزوجته ومرتبطة باسمه انها تعرف وين رايح وين جاي. بس اللي ضحكني اللي تقفل على الباب. هاو هذه احسها متسلطه صدق عليه. احنا اللي نعرف العكس هو اللي صدق عليه. تسحب الكروت حقته، الكروت تدسها، جواز السفر تدسه، كل شيء. هذه السيده المتسلطه هي هذه معنفه. هذه يا ساتر يا ساتر على لحظه بس انا قبل يعني بنات صدق قبل ما نطلع من ذا المحور تحديدا، ممكن العنف يكون من جد انت عبير ذكرتي، بس انا ودي يعني اتكلم فيه اكثر، اللي هو العنف ضد الاطفال. استغل انه مثلا هو يحب عياله مره او بناته، اقوم انا اعنفهم، اقوم انا مثلا استغلهم، اقوم انا افلتهم كذا واخليهم مثلا مدمنين، اخليهم او عادي عندي ما تفرق، انتقاما منك يا الزوج او الطليق او ايا كان، اخذهم مثلا. ما انا بصراحه ما ودي يعني الموضوع صحيح والعكس صحيح، لكن خصوصا البنات. يعني احنا نشوف امثله للاسف للاسف للاسف، وعلى السوشيال ميديا نشوفها بكل صراحه، تصوير مثلا البنات انتقاما من الزوج بطرق يعني لا تناسب لا شرعنا ولا عاداتنا ولا تقاليدنا. ومن اللي ينقهر وينحرق؟ الطليق. يعني هذه امراض نفسيه في النهايه. بس استني بعدين، شوفي هذا الطفل ولا هذه الطفله ولا هذول الابناء اللي بيتم تنمر او استغلالهم عشان يتعنف الاب نفسيا، تخيلي هذول بكره ايش حيصيروا؟ ايش حيصيروا؟ يعني يا شوفي شيء حزين ترى ممكن ولا. ممكن وبالراحه ايش هو الحقد؟ خلينا نقول يرجعوا ينتقموا من نفس الام او من نفس الاب او من نفس الشخص اللي اذاهم بالعزيز. بالضبط صح. ايه عاله على المجتمع عبير. اكيد طبعا هتصير عاله على المجتمع، اكيد طبعا هتصير عاله على المجتمع. اي خليني اقول لك، يعني اقول لكم المسلم من سلم المرء من لسانه صح صح. وفي مثل شعبي دائما يقول انه المراه يمكن اقوى سلاح فيها او سلاح المراه لسانها. ضعيفة. اقوى عضله عفوا، هو اقوى عضله في الانسان لسان. ضعيفه والله ضعيفه. لا خلينا نتكلم في الجد، يعني احنا مو ضعاف، احنا نستضعف، احنا نسوي نفسنا. لا ضعف والله انا اشوف ان احنا ضعف والله ما ادري عنها يا اودي. لكن خليني اقول لك حاجه اودي، سيبك او تكلمنا في بارت مره كبيره عن بما يخص تعنيف الرجل للمراه، لكن فعلا ليش المراه ممكن تكون كذا؟ في الاستبيان كان نسبه لا باس بها انه فعلا رد على تعنيفه لها. الرجل بيستغل كمان امور خلينا نقول نفسية ممكن تزعج السيدة وتعتبر من العنف، منها انه ما يتكلم معها. انا ما كنت اعرف دي النقطة. هذا عنف؟ تخيل مش العنف، تعنيف. خلينا نقول تعنيف. صح تعنيف يخلق هذه في العلاقة انه في يخلق الكراهية، في مشاعر سلبية سيئة بينه وبينها. انه هو ما يتكلم، الصمت المقصود يسموه. طيب تعرفوه؟ قد سمعتوا عنه؟ أيوة. هذا شخص مستفز، يعني اكيد راح مستفز. اكيد راح نعرف تفاصيل اكثر عن هذا الموضوع، بس خلونا نشوف راي المختص ونرجع لكم. كل
العام له عدة صور، إما أنه يكون إيذاء جسدي أو عنف جسدي أو يكون عنف لفظي، وهذا أقوى من أي أنواع العنف، لأنه العنف اللفظي يؤثر على النفسية وبالتالي يؤثر على ثقة هذا الشخص، وبالتالي ممكن يؤثر على تربية الطفل وينشأ نشأة غير سليمة، ممكن يسبب في الإضرار بحياته المهنية والاجتماعية. بالنسبة كيف التصدي، هو مهم أول شيء يكون لدينا توعية، خاصة أنه ما شاء الله مجال التعليم بدأ يهتم بهذا المجال. الإرشاد الأسري لهم فترة كثيرة يقومون بهذا العمل، وهذا دور المدارس، البقية تأتي من المجتمع. المجتمع ذاته ضروري أنه يكون لديه ثقافة في هذا المجال. أنواع العنف اللي موجود حاليا أغلبه عنف جسدي. مشكلة في هذا أو نشأ من ماذا؟ أنه تقبل النساء لمبدأ اللي صاير الآن للأسف، يعني ما يأخذون عليه، بس أنه فعلا اللي صاير في المجتمع أنه زوجه يعقل. طيب ممكن هذا الشخص ما في مجال أنه يعقل، بالعكس ممكن يضر في إذا الزوجة، وبالتالي الأبناء اللي ممكن يجون ممكن يتضررون، لأنه مدام سلوكياته بهذا الشكل بالتأكيد حتى في أبنائه راح يأثر على تربيتهم، وبالتالي ينشأ عندنا جيل آخر قابل أنه يصير معنف للآخرين. يعني من أسوأ الإكسبريشنز أو الجمل اللي متداولة في مجتمعنا جملة زوجوه يعقل، يعني هذه المفروض أنها تتمسح من قاموسنا، عالجوه ولما يعقل زوجوه، كده المفروض أنها تكون. يعني لو نتكلم عن أسباب العنف أو أنه تأثير العنف الجسدي أو النفسي جدا كبيرة ومحطمة، يمكن بعض الرجال يلجأوا لهذا العنف النفسي، خلينا نقول بحكم أنه أنا رجال ما أبغى أكون رومانسي وحنون والحب والعاطفة، عشان لا يقولوا عني أني بالمصطلح عندنا خروف، يعني ممكن يقولوا أو سحرته، فبيضطر أن الرجل يمارس هذه القوة وهذا العنف عشان يبين أنه هو رجل وحازم كده وأنه ما يهمه شيء. عموما المشكلة في مجتمعنا يعني لا خلاص يعني الحمد لله المجتمع بدأ يتغير من دي الناحية. والله يريد في كثير لسه، والله في كثير لسه، بس أهم شيء كل ما شافوا يعني واحد مع زوجته أوكي كويس خروف ولا سحرة ضعيفة المسكينة. وأنا عشان كده أبغى، عشان كده استفسرت أنه ليه، إيش المشكلة يعني؟ يمكن هم متفاهمين بالضبط. وهذا الشيء، هذه النظرة بدأت تتغير يعني، وصار فيه وعي أكثر، صار الرجل نفسه هو يتغير، يعني هو صار ما يهمه أنه رأي الناس، يهمه العلاقة الطيبة بينه وبين زوجته، وأنه يعاملها بما يعني يخاف الله فيها زي ما بيقول. عموما خلينا نشوف رأي المختصين بخصوص السكوت على العنف، راجعين. إشكالية العنف هو في السماح للآخر بالاستغلال. الشخص الذي يسمح للآخر بتعنيفه ويسكت ويتنازل عن حقه، سيتكرر العنف مرة وثانية وثالثة ورابعة، فهنا الإشكالية تبقى في إعطاء هذه السماحية في وقت غلط. الإشكالية ليست في إبراز الحقوق للمعنفين أو المعنفين، الإشكالية هي في التصوير الإعلامي للأسرة الطبيعية أو للعلاقات الطبيعية بين الناس، ويكون جزء منها من ناحية اللفتة الأخيرة أنه من ضمن العلاقات السلبية قد يكون هذا العنف بالطريقة التالية، فيتم التوجيه لكيفية أخذ الحق، لكيفية الوقاية، لكيفية تقوية الشخصية، لكيفية صد المعنف. لا ندع الأمر بهذه السهولة، وفي نفس الوقت نحمل الإعلام ونحمل المنابر التربوية في المدارس هذا الدور الكبير جدا في إشاعة هذه الثقافة، لأنها ثقافة أخذ الحق، ثقافة تقدير الشخص لنفسه في البداية حتى لا يستهين فيه الآخرين. شكرا لك أستاذ محمد الحمزة على هذا الكلام، وفعلا هي ثقافة
ومثل ما ذكرت زميلتي ريم من شوي فعلا هذه الثقافة بدأت تتغير ولله الحمد، وإحنا جدا فخورين الحمد لله الناس أكثر وعي أكثر رقي أكثر، وكثير قاعدين نشوف يمكن انفصالات في الفترة الأخيرة أو طلاق راقي بالفعل حتى في بوجود الأطفال أو غيره. لكن بنات يعني خلونا بس شوي على السريع نتكلم عن أنواع العنف، وتدرون أن أقوى أو أكثر أنواع العنف انتشارا عالميا اللي هو العنف النفسي، لسبب أن ما يكون في آثار جسدية أو آثار أنه ممكن أروح أرفع قضية إلى آخره، يعني كلمتك ضد كلمته، فما أدري وش رأيكم. لا بالفعل يعني هذه يندرج تحت أشياء كثير ومنها العنف الجنسي بين الزوجين، ويمكن هذا الأكثر الأسباب اللي خلينا نقول وراء الكواليس خلينا نقول في عالمهم الخاص يعني بين العلاقة، لأن الزوجة في مجتمعاتنا العربية صعب أنها تتكلم عن ذا الموضوع، إيش بك هذا زوجك عادي من حقه إيش تبغى تقولي، لا لكن بينما في المجتمعات في الخارج حتى لو كانوا الاثنين متزوجين وكان الزوج يرغب بممارسة الجنس مع زوجته وهي ما تبغى أو ما هي حابة أو متألمة أو لأي سبب من الأسباب، ترى يعتبر عنف جنسي وممكن ينسجن فيها لمدة طويلة قد تصل إلى 7 سنوات، وهذه حصلت في بريطانيا وفي أمريكا كثير، وفي ناس يستغلوا هذه النقطة للأسف. ولكن إحنا بنتكلم على العنف الجنسي التحرش الاغتصاب خلينا نقول العنف الشديد اللي فيه آثار نفسية وجسدية ممكن تنهك هذه المرأة أو تسبب لها بأمراض أو تسبب لها بحاجات هي ما تبغاها وهي في غنى عنها. خلينا بس ريم نتكلم عن حاجة كمان مهمة، بما أنك ذكرتي هذا النوع من أنواع العنف، العنف الجنسي مش فقط في العلاقة، العنف الجنسي حتى بالتهديد، في رجال بيهددوا زوجاتهم باستغلالهم أو فضح أسرار معينة حدثت أثناء العلاقة، في رجال ممكن تقول لأهلها أنه يبدأوا يسووا مشاكل، تبدأ يطلع مشاكل في أسرتها هي خاصة فيها هي بما يخص علاقتها الحميمة طبعا أو خلينا نقول علاقتها الجنسية هي وزوجها. يعني خليك من هنا يعني برا اوكي الحمد لله في قانون ويعرفوا كمان يقولوا متى انه احنا متى ترفض السيده تحديدا العلاقه ومتى تكمل فيها، لكن عندنا هنا قلت نقطه جدا مهمه، هذا زوجك بالضبط، النظر للمجتمع هذا موضوع مختلف تماما، وغير كذا ماخذين حديث الرسول عليه الصلاه والسلام لما يقول حق الملائكه انه ذكرتوا بنات دائما يقول حق الملائكه إذا هجرته أو شيء الملائكة تلعنها، الملائكة يعني مختلف هذا بعد نفس الشيء. طب هو الحديث ترى لسه ما هو يعني ما أدري عن صحة الحديث، عارف فكرة، عشان كذا مو كثير ناس بتاخذه، لكن فعلا أنا أذكر في السابق بس كانت ثقافة منتشرة، أيوة كان جدا منتشر لدرجة حتى بتسمع الكلمة هذه كثير في الأفلام، يعني عرفت كيف حق الشرعي، الحق الشرعي حق الشرعي يجي يقول لك فعلا. يعني طريقة التربية كمان تلعب دور يعني مرة كبير في انها تحد من العنف الجنسي باختلاف طرقه، سواء كانت طريقة طبعا في السرير هي عنف، او كما زي ما كنا بنقول الفاظ فضح اسرار، انه يتحدث لاهلها يهددها بعلاقاتها بتصرفاتها، هذه كثير او خلينا نقول مشكلة مرة كبيرة في المجتمعات ولازم نوعي عنها أكثر. إحنا طبعاً هنتكلم في ده الموضوع بما يختص بالعنف أكيد معاكم مشاهدينا، ولكن بعد الفاصل. وأكيد مكملين معاكم مشاهدينا سالفتنا لليوم العنف الأسري. من ناحية قانونية العنف الأسري عرف القانون يضع له حدود ويضع له سياج كذا يقول لا ترى احنا ما نبغى عنف، جاء القانون وحد من العنف الأسري فعلا، واللي احنا الواضع خاصة خلينا نتكلم على نطاق مثلا المملكة العربية السعودية، احنا ما كانت ظاهرة لأنها ما كانت كبيرة خلينا نقول، لكن كانت موجودة، الآن يمكن ما بنشوفها أبدا، جت فترة انتشرت، أما الآن لا
هذا بسبب لما تكون هناك قوانين تعاقب وتجرم بالضبط. هذا الفعل، فطبيعي أنه في ناس كثير راح يرتدعوا راح يبتعدوا عن هذا الموضوع، خصوصا أنه هذه القوانين تحمي أيضا اللي بيمارس عليهم العنف بجميع أشكاله. كمان في اليوم العالمي للعنف ضد المرأة، في كثير في اهتمامات عالمية ودولية، وأيضا عندنا في السعودية كثير في هذا الموضوع، عشان كده هناك عقوبة للعنف الأسري. خلونا نشوفها مع المختص. العنف الأسري أن يتجاوز الأشخاص المسؤولين عن الأسرة بمكوناتها للحدود والضوابط التي وضعتها الشريعة الإسلامية، وضعتها القوانين المرعية، سواء الزوج أو الزوجة تجاه أبنائهم، أو أن يكون الزوج تجاه زوجته أو الزوجة تجاه زوجها. يعني تشوف كثير من الناس يمكن عشان لا يقولوا الزوج هو دائما اللي يكون عنيف، لا، أحيانا حتى النساء يكونوا عنيفين. يعني نحن يمكن شفنا حالات بعض النساء قاموا بالاعتداء على أزواجهم، وإن كانت هي حالات أقل من الحالات أنه يكون مثلا الرجل هو الذي يكون هو المبتدئ، لكن هي تعتبر حالات، فاعذرونا يعني عليها. هي طبعا فيها غرامة 50,000 ريال وفيها سجن. بس أنا أقول للناس حاجة، هم الناس في أنا أسمعهم كده في السوشيال ميديا إنهم فرحانين يقول لك 50,000 ريال، والله خلي بين النساء بيقولوا خلي زوجك والله يسوي لك أي حاجة روح يشتكي وخذي 50,000. لا، 50,000 هذه غرامة تأخذها الدولة، ما يأخذها الشخص. الشخص له حق خاص يتقدم به أمام القضاء، يأخذه أمام القضاء، لكن هذه العقوبة للحق العام، عقوبة مقررة للحق العام. فلا يجلس يعني يتداول الناس مثل هذه الإشاعات، إنه هي صحيحة ترى، هذه إشاعة تعتبر. يعني الناس غير مختصين يتكلم يقول لك والله لا أنا أحاول أحركش، أنا حقيقة قرأتها في وسائل التواصل الاجتماعي، والله أخلي أحركش زوجي على أساس إنه يسوي لي شيء وراح أشتكي وأخذ 50,000. دكتور إبراهيم شكرا لك، وشكرا أكيد لمساهمتك في مثل هذه التوعية واللي نحتاجها في مجتمعنا للأمانة. فعلا في ناس يستغلون هالنقطة، ممكن تروح تكذب تتبلى تسوي في نفسها شيء وتقول إن زوجي، وتروح تنشر إشاعات وتأخذ فلوس أو تعويض إلى آخره. عموما صنفت وزارة العدل دعاوي العنف الأسري في 14 مشهد، وأفصحت أن أشكال العنف الأسري هي كل ما يهدد سلامة الأسرة والزوجة والأبناء وصحتهم الجسدية والنفسية، وأن أكيد وضع الأسرة في بيئة قد تعرضها للخطر نفسيا وجسديا، وسوء المعاملة وإيذاء الزوجة والاستغلال الجنسي واستغلال الزوجة والأبناء في الإجرام والتسول. صح، بس يمكن في نقطة مهمة مها اللي هي أمر الحماية. صح، يعني لما يجي أحد يبلغ أنه أنا تم تعنيفي من قبل فلان الفلاني أو فلان الفلاني بيعنف أولاده، راح تشتكي للزوجة، في أمر حماية، أمر حماية. صحيح. يكفل حقهم وحقك، يصونك، أنت موجودة، أنت في حمايتهم لفترة معينة إلين ما نشوف بعدين كيف نقدر نتصرف، أو المجريات خلينا نقول حقة الموضوع ده هو ليه بيعنفكم، إيش بيصير. طبعا هيكون في زي تحقيقات، فهنا الحمد لله الدولة كفلت خلينا نقول مو بس 50,000 ريال غرامة ومو بس سجن، لا ترى في أمر حماية للأشخاص المعنفين بالفعل. حتى الأمر حق الحماية رأوا بأن مدة الحماية 6 أشهر وأكثر تعد كافية ومناسبة، حيث تتيح هذه المدة إيجاد الحلول الجذرية للمشكلة وإبعاد الضحية عن مصدر الخطر والتهديد. صحيح. صح. بالفعل أي شيء كمان في انتهاك من كرامة الإنسان، السب، القذف، الضرب، وهذه الأمور كلها ولله الحمد في دولتنا المملكة العربية السعودية توجد قوانين رادعة وقوية لحماية الناس من جميع أنواع العنف بكل أشكاله. أيضا فوق القوانين هذه ريم، خليني بس أوضح نقطة اللي هو طبعا من ضمن
برنامج 2030 أو رؤية 2030، العنف الأسري كان أحد اهتماماته أكيد، وركزوا عليه التوعية بطبعا حقوق الأفراد والأشياء اللي لهم واللي عليهم والخدمات المقدمة لهم، وين يتوجهون في حال تعرضوا للعنف، وأكيد يتوجهون لجهات رسمية وراح تأخذ إجراء رسمي حازم بخصوص هذا الموضوع أو الشخص المعنف. والتوعية كان أحد اهتمامات طبعا برنامج رؤية 2030. صحيح يعني شفنا كثير، خلينا نقول احنا كمان في سيدتي مها تكلمنا عن العنف ضد المرأة وكيف نقدر نوعي عنه، وشفنا كثير من الأشخاص اللي سووا هم مبادرات خاصة فيهم كمان بتوعي المجتمع للعنف ضد المرأة. لكن خليني أقول قبل حاجة مهمة جدا، تتذكروا الرقم ايش هو لما تبغى تبلغ عن حالك تعنيف؟ 19 19 19. انا ما ادري ليش حافظ الرقم، لانه سهل. وشكرا، ما ادري ليش حافظ 19 19، بس لانه مرة سهل. 19 19، ما حد راح ينسى اي حالة، حتى الاطفال لو طفل وفعلا لا يفقه شيئا، الرقم جدا سهل. يقدر يستغيث فيهم بعد رب العالمين. والحلو في هذا الموضوع كمان يعني لازم نذكر انه الرقم الهاتف 19 19 وبلاغات العنف الاسري هي جميع افراد الاسرة. صح عزيزي الرجل، لا تخاف انه هويتك ممكن تطلع او انه اسمك يطلع او انه ينتشر موضوع سري، فحتى من حقك لو انك عندك مشكله او انك تتعرض للعنف الاسري ممكن انك تتصل على خط العنف الاسري، وممكن كمان يساعدوك بكل سريه. وليش تعاني وحدك؟ فاحنا ما نبغى اي حد يعني. انا اعرف انه هذه المشكله يمكن عند الرجال شويه حساسه، ولكن لا تخجل من هذا الموضوع، واذا احد بيعنفك سواء زوجه او ام زوجه او اي احد فلازم يوقف عند حدهم. صحيح. عموما في نهاية فقرتنا اليوم وسلفتنا وصلنا إلى من القلب للقلب. أنا حسيتك يعني بصراحة من كلامك قلتي من القلب للقلب كذا، حسيتها يعني خلاص ختمتي فيها. أنا لسه ما ولا قلت لسه في يعني صحي أهتم بجانب الرجل أكثر يعني، بس أحب أني أسمع رسائلكم في هذه. والله ريم أنا مرة مبسوطة أنه أنت أخذتي هذا الجانب وتكلمتي عنه بصراحة، يعطيك العافية. أيوة مو سهلة للرجل زي ما أنت قلتي، لكن أنا حابة أتكلم عن الأطفال. ترى بنتألم مرة لما نشوف فيديو لأحد من الأهالي بيصور طفله هو بيتم تعنيفه، أو بتتنشر فيديوهات لأماكن معينة إنه في ناس بتعنف أطفال. أنا بالنسبة لي موضوع الأطفال هو جدا مهم، وأهم يمكن من تعنيف الرجل لزوجته أو الزوجة لزوجها. ليش؟ لأنه الطفل هذا لما يكبر بعدين، لما يكبر ويكون في مجتمع، يكون في حياة ويكون في دولة وعالم آخر مختلف تماما عن فكرك وتقاليدك وعن حياتك، فهذا عالم هو، فانشئه صح عشان هو يروح لركيزة، أو خلينا نقول يروح لمجتمع وهو صاحي وهو بكامل صحته، سواء كانت الجسدية أو النفسية أو العقلية. الطفل هو الأهم أنا بوجهة نظري، وهذا اللي أشوفه. وفي كثير من الأشخاص اللي بيعنفوا الأطفال للأسف لأنه هم يعتقدوا زي ما كنتوا بتتكلموا أنه تربية، لا هي مو تربية، أنت ما راح تاخذ زمنك وزمن غيرك. صح. هذا زمنهم هم وهذا وقتهم هم وهم الأهم. أنا كمان نفس الشيء راح أتكلم عن الأطفال يا عبير. ربوهم على الرحمة، خلوا بينهم مودة ورحمة عشان ينشأوا لكم أطفال أسوياء. صح. حتى لو أنت كنتي في يوم من الأيام تعبانة عانيتي من ذا الشيء، لا تخلين هذا الشيء يوصل لأطفالك. صحيح، يعني الأطفال فئة جدا مهمة في مجتمعنا، لأنه في يوم من الأيام راح يكبرون ويصيرون رجال وسيدات مجتمع، راح يأثرون على مجتمعنا. رسالتي اليوم راح أوجهها لفئتين، الفئة اللي تنتقم من الطرف الآخر الزوج أو الزوجة في أطفالهم، اتقوا الله فيهم. إذا أنتوا عندكم مشاكل خلوها بينكم، لا تدخلوا الأطفال فيها، لا تهملونهم، لا تستغلونهم، لا تعلمونهم يعني أساليب حياة، أو يعني زي ما يقول تحطون فيهم، تزرعون فيهم مشاعر الحقد والغل والكراهية، لأنها راح تكبر معاهم وتكبر هذه المشاعر وراح تنقلب عليكم. صح. هذه الرسالة الأولى. الرسالة الثانية بوجهها أكيد للناس إلى الآن عايشين في موضوع أن البنت والولد، لا تخلون الأخوان بينهم مشاكل، لا تفرقون بينهم في التربية، العيب عيب على الاثنين، الحرام والحلال نفس الشيء ينطبق على الشخصين أو على البنات نفس الأولاد. يعني للأمانة هذه يمكن فئتين اللي أوجه لهم
رسالتي اليوم. ومشاهدينا بكذا أكيد نكون خلصنا سالفتنا، ولكن مكملين معاكم باقي فقراتنا لليوم. خلونا نتابع بعد الفاصل. الوليد للإنسانية وإعمار اليمن يوقعان اتفاقيات في مجال الإسكان والتعليم. مشاهدينا، وقعت مؤسسة الوليد للإنسانية والتي يرأس مجلس أمنائها صاحب السمو الملكي الأمير الوليد بن طلال آل سعود ممثلا بالأمين العام صاحبة السمو الملكي الأميرة لمياء بنت ماجد آل سعود اتفاقيتين تنمويتين بالتعاون مع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن. كاميرا سيدتي رافقت هذا الحدث، خلونا نتابع في التقرير التالي. كان لنا الشرف ان احنا تقابلنا مع معالي السفير ولقينا ان احنا نقدر نساعد. القطاع الثالث دائما له بصمه وله رؤيه، وطبعا الرؤية هذه بتعكس طبعا مملكتنا وبتعكس الخير اللي في المملكة العربية السعودية. ولكن هذا أول توقيع، وهذا أول مشروع ولكن ليس الأخير. وإحنا دائما لما ننزل على الأرض بنبدأ بمشروع واحد، ولكن ممكن يخلص الوقت حقنا وإحنا مخلصين تقريبا فوق 10 أو 15 مشروع. برنامج كمبادرة استراتيجية من مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهد الأمين، مستمر منذ منتصف 2018 حتى الآن في تقديم الكثير من المشاريع في جميع المجالات، سواء البنية التحتية أو الخدمات الأساسية، بالتنسيق مع الحكومة اليمنية والسلطات المحلية في كل المحافظات اليمنية. المشاريع اللي نعمل فيها مشاريع في البنية التحتية مستمرة بشكل منذ البداية حتى الآن، أخرتها يمكن لاحظتم توقيعات الثلاث مشاريع الرئيسية اللي كانت قبل عدة أسابيع، وايضا مشروعات مختلفه. اليوم الحقيقه نوقع اتفاقيتين رئيسيتين بمختلفه الاتجاهات، وهو محاوله من البرنامج وسعي من البرنامج لتنويع المبادرات والمشاريع. اليوم نوقع لاعاده تاهيل مساكن وترميمها لعدد من المواطنين اليمنيين في مدينه عدن التي شهدت الكثير من الاحتياجات الانسانيه للشعب اليمني، وكذلك ايضا برنامج التوظيف التعليم من أجل التوظيف، ومع منظمات دولية وأممية نسعى من خبراتها إلى أن تتحقق أفضل أهداف المرسومة من أجل التنمية ومساعدة الإنسان اليمني. التحديات كثيرة وتحديات مستمرة، لكن أيضا نحن وفريق البرنامج السعودي لتنمية إعمار اليمن وتوجيهات من قيادة المملكة العربية السعودية مستمرين في مواجهة هذه التحديات. الحياة الكريمة هي ما يطمح لها الجميع الآن من أجل اليمن. عشان نتكلم في هذا الموضوع أكثر وهذا الاتفاقية تحديدا أكثر، أكيد أرحب عبر الهاتف بعبير الفوتي المدير التنفيذي للمبادرات العالمية. أهلا وسهلا فيكي. أهلا وسهلا عبير، كيف حالك؟ أهلا وسهلا عبير، نورتينا. بداية خلينا نتكلم عن أهمية هذا البرنامج لدعم قطاع الإسكان في جمهورية اليمن، وتحديدا مؤسسة الوليد الإنسانية إيش هيكون دورها؟ عبير، أكيد ما يخفى على أي أحد، ما يخفى علينا ولا عليكم أهمية توفير السكن كوسيلة هامة لحماية الأفراد طبعا ومعالجة مخاطر الأزمات الإنسانية زي اللي ما بيمروا فيها أخواننا في اليمن. هذا الموضوع حيساعد كثير على تخفيف آثار هذا الوضع على الفئات الأكثر ضعفا، لأنه هي تعتبر أداة لتعزيز الانتعاش والمساهمة في تحقيق الاستقرار وبناء السلام. فالسكن شيء أساسي لموضوع السلام، لذا احنا في مؤسسة الوليد الإنسانية بنركز دائما، وهذا جزء أساسي من 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 يعني الفوكس أرياز أو المناطق الأشياء اللي بنركز عليها في المؤسسة، بنركز على موضوع دعم مشاريع تنمية المجتمعات. كمان المؤسسة الوليد بتتخصص بالمساعدة والدعم في حالات الكوارث،
بأجل من هدف، يعني هدفنا هو تحسين مستويات المعيشة إضافة إلى دعم مشاريع التنمية والإسكان والبنى التحتية. فهذه كلها أشياء بتنطبق على الوضع اللي عندنا في اليمن، لذلك إحنا اشتغلنا فيها. إحنا عندنا خبرة كثيرة سابقة في هذا المجال، نشتغل في موضوع الإسكان سواء كان داخل المملكة أو خارجها لنا سنوات. على سبيل المثال مثلا عندنا مشاريع في مصر، في ألبانيا بعد الزلزال، وكثير من الدول الأفريقية تقدر تعد كثير، مالي، مبادرات عالمية كثيرة متعددة. وهذا الموضوع، هذا الموضوع بالذات يعني بيهتم به صاحب السمو رئيس مجلس الأمناء الأمير الوليد شخصيا، يتابع معنا بشكل دائم شخصيا، طبعا أكيد مع الأمير الأولياء الأمين العام. عبير، تم توقيع اتفاقيتين مهمة، صحيح؟ صحيح أكيد. إيش هي أهداف هذه الاتفاقيات؟ إحنا عندنا وقعنا الحمد لله يعني بكل فخر، الحمد لله كانت أخذت وقت كثير، بس اتفاقيتين. الأولى اشتغلنا اللي هي موضوع الإسكان، هدف طبعا الاتفاقيتين المجموع اللي مستفيدين حيكونوا منها 5000 فرد بإذن الله تقريبا. يعني المشروع الأول نشتغل فيه بهدف ترميم 600 وحدة سكنية متهالكة. تخدم هذه الوحدات السكنية، يعني احنا مركزين على ذوي الدخل المتدني أو الأسر المصنفة أنها تحت خط الفقر. هذا الكلام في محافظة عدن طبعا، أكيد بالتنسيق مع كل من البرنامج، بالإضافة إلى البرنامج السعودي لتنمية وإعادة إعمار اليمن، بالإضافة إلى شركائنا اللي هم من فترة اللي هم من برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية اللي هم اليو إن هابيتات. الشراكة هذه إن شاء الله تستهدف ترميم هذه الوحدات للأشخاص هذول. الهدف الثاني أو المشروع الثاني مع شريك متخصص في مجال التعليم من أجل التوظيف. هدف المشروع هو بناء أو استثمار في الشباب اليمني لتحسين معيشة ما يعني بشكل مباشر المستفيدين المباشرين 660 شاب وشابة وعائلاتهم في اليمن of course، من خلال التدريب من أجل التوظيف مع التركيز على أنه نعطيهم المهارات اللازمة اللي بيستعملوها في تطوير وإنعاش الاقتصاد كمان لتأمين الحاجات المباشرة لهم. أستاذ عبير، مثل ما تفضلتي ذكرتي لنا المسكن أو توفير المسكن الملائم والتدريب من أجل التوظيف، بس حكينا بالتفصيل موضوع المسكن الملائم، لأنه فعلا مثل ما تفضلتي في البداية هو أهم شيء. يعني أهم شيء أن الواحد يلقى سقف على رأسه يعيش فيه هو وأطفاله وإلى آخره كعوائل أو أيا كان. لكن كمان اللي حابين نعرفه، هل هو أول مرة؟ وإيش الآلية؟ كيف توفير المسكن يتم؟ لا هذا طبعا إحنا كثلاث جهات أو كجهات متعددة تشترك في هذا المشروع. هذا شيء أول، يعتبر أول مرة أنه تشتغل الجهات الحكومية، تتعاون الجهات الحكومية، جهات عالمية اللي هي اليو إن هابيتات، زائد إن جي أوز أو جهات يعني إن جي أوز داخلية، يتعاونوا جميعا من أجل هدف واحد عشان نرفع ونوصل لأقصى أثر. هذا يعتبر أول مرة، بس لكن كل الجهات هذه اشتغلت في اليمن السابق، ونحن حرصنا على أنه نشتغل في اليمن مع جهات مختصة زي البرنامج السعودي لتنمية وعمال يو إن هابيتات أو يو إن هابيتات، كلهم هذول مختصين وكانوا متواجدين على الأرض. في طبعا أساليب أو policies وكريتيريا أو طويلة لاختيار السكن، هذا يتم بالتعاون مع الحكومة اليمنية والان جي اوز كمان في اليمن، انهم بيختاروا الفئة الافراد ويختاروا المساكن لها طبعا مواصفات معينة يتم اختيارها عندما نبدأ التنفيذ. فنتمنى ان شاء الله ربي يوفق الجميع. بالفعل يعني اعمال انسانية رائعة تقوم بها مؤسسة الوليد للانسانية، وان شاء الله راح ترى النور على ارض الواقع قريبا. ولكن هل هناك مراحل اضافية لمشروع السكن الملائم؟ طبعا اكيد، زي ما تفضل، زي ما شفتوا في التقرير تكلم سعادة السفير عن الاحتياج العظيم اللي موجود في اليمن بشكل عام وفي المنطقه اللي احنا بنشتغل فيها بشكل خاص في عدن. الاحتياج كبير،
ونتمنى أنه نحن شغلنا اليوم يلهم الآخرين اللي أنهم ينزلوا معنا على الأرض. المشروع إحنا بنبدأ في مؤسسة الوليد بنبدأ نشتغل مرحلة وبعدين ندرس الاحتياج ونستثمر أو ندعم من جديد. فإن شاء الله بإذن الله نتمنى أنه شغلنا يصير حسب المتفق عليه وعلى أساس نقرر إن شاء الله بالاستمرار، بس أكيد حيكون في شغل كبير بإذن الله. يعني كلنا فخر بصراحة وسعيدين جدا أنه إحنا نسمع إلى الآن بأنه في أشخاص جدا مهتمين فعلا. مؤسسة الوليد للإنسانية معروفة في كل مكان، هي إيش بتعمل وإيش بتقدم خير. المدير التنفيذي للمبادرات العالمية عبير الفوتي، مرة شكرا لتواجدك معنا ولهذه المداخلة. مشاهدين إحنا أكيد مكملين معاكم بعد الفاصل وهنتابع. أطباء سعوديين يشاركون في أول كتاب عالمي عن التكميم. ضمن 60 خبير في جراحة السمنة شاركت الدكتورة حنان الغامدي والدكتور عايض القحطاني في كتابة فصول مختلفة ضمن أول كتاب عالمي في جراحة التكميم. وبعد طبعا هم السعوديين، ويعدهم السعوديين الطبيبين السعوديين الوحيدين المشاركين طبعا في هذا الكتاب، ورح نتكلم أكثر في هذا الموضوع وهذا الكتاب. ومعانا من الشرقية الدكتورة حنان الغامدي استشارية الجراحة العامة وجراحة السمنة. مساك الله بالخير دكتورة حنان. مساكم الله بالنور، يشرفني المشاركة، كنت أتمنى أكون معكم في الاستديو لكن الالتزامات. وإحنا كذلك وإن شاء الله الجايات أكثر دكتورة حنان ونتشرف. لكن بداية خلنا نتكلم من هالكتاب عن هذا الكتاب عفوا والهدف منه وأي شريحة يستهدف. طبعا إحنا كأطباء عندنا دائما يكون مراجع لأي طريقة أو معلومة أو توصية طبية. نعم. المراجع هذه عادة تكون منشورة في مجلات محكمة، وبعدين ترتقي، وخاصة إذا توسعت يعني مجال معين توسع. نعم. هنا فيما يخص التكميم اللي هي من أكثر عمليات السمنة انتشارا. لكن تأتي طبعا هي في نهاية الطيف من التدخلات اللي موجودة وممكن نقدمها للشخص عشان مثلا ينقص الوزن، اللي هي تعتبر آفة، اللي تعتبر الحين زي الجائحة، زي جائحة كوفيد، جائحة أكيد. السمنة. ويعني مهم ان احنا نذكر انه السمنة تمس اغلب المجتمعات وفي ازدياد مضطرد، وتعتبر يعني من التحديات لاي قطاع صحي في أي مكان، وبالذات عندنا إحنا أصبحت في ازدياد. نعم. الكتاب يعتبر موسوعة أو مرجع، خلينا نقول ألف ياء عمليات التكميم. نعم. كل ما يخص عملية التكميم، سواء من تجهيز المرضى إلى المشاكل الاجتماعية، التجهيز النفسي، الغذائي، البروتوكولات، التوصيات، التعامل مع المضاعفات. بالنسبة لي أنا كان فيما يخص مضاعفات أمراض المرارة والقنوات المرارية بعد عمليات التكميم. طبعا إحنا زي ما قلت أنا، أي معلومة طبية لو من سطر واحد أو كلمتين تعتمد على مراجع علمية منشورة، يمكن الكلمتين هذه عشان أثبتها أحتاج إلى 10-20-100 مرجع، عبارة عن تجارب، عبارة عن مئات الصفحات، منشورة في مجلات علمية محكمة عشان نوصل إلى هذه التوصية. فلذلك فصل واحد يعتبر مجهود كبير مش سهل، يعتمد على عدد من التجارب والمقالات المنشورة والأبحاث. وتقريبا الكتاب 600 صفحة في أكثر من 60 فصل. الجميل فيها في الكتب هذه أنها الاستدامة، يعني مع كل طبعة جديدة على مدى التاريخ
المشاركين اسمهم يبقى ويحفظ وفي أي توصيات جديدة. فالحمد لله ربي وفقنا، استفدنا من الوقت الجائحة واجتمع الكوكبة هذه من حول العالم. نعم. وكل فيما يخصه، وهو مشهور عنه أنه متبحر في مجال معين من مجالات أمراض السمنة والتكميم بالذات. طيب دكتورة حنان، من بين 60 خبير، كيف تم اختيارك أنت والدكتور عايض القحطاني لتكون السعوديين الوحيدين المشاركين في تأليف فصول من الكتاب؟ طبعا الكتاب هذا عالمي، الناشر رقم واحد في الكتب الطبية. احنا مش أي ناشر، في ناشرين معينين معتمدين لنشر الكتب الطبية، غالبا يكونوا في بريطانيا أمريكا، هم يعني في المستوى الأول. الاختيار يكون بدعوة من هيئة المؤلفين، واحنا نعرفهم شخصيا، احنا مجتمع يعني معروف، فيكون الاختيار مبني على أساسات معينة: الانتاج البحثي، المنشور، المجهود في المؤتمرات العالمية. فأغلب الباحثين الأساسيين في الكتاب هذا، المؤلفين الأساسيين، التقينا فيهم في مؤتمرات، شافوا أبحاثنا، شافوا مشاركاتنا، لاحظوا الإلمام في المجالات المعينة هذه. وطبعا الناس يكونون مضوا سنوات خبرة، يعني مش الناس الحديثين، يكون الناس مضوا سنوات من الخبرة في المجال هذا. فالأشخاص المميزين في كل مجال من المجالات هذه هم اللي اختاروهم. طبعا هذه الأشياء ما فيها مجاملات، لأنها جاية من يعني جهات علمية عالمية. وطبعا أي ناشر يبغى يكون الكتاب رقم واحد في العلم هذا، فأكيد بيختار ناس بعناية فائقة جدا، والحمد لله ربي وفقنا. وهذه الطبعة الأولى، وإن شاء الله يعني أنا بحاول أنه الجزء اللي أنا اشتركت فيه كمان هعيد نشره في مجلة مفتوحة، لأن الحين هي لابد يعني مثلا دكتورة حنان هتعيدي صياغة الجزء اللي أنت كتبتيه بحيث أنه يكون كمان كتاب مستقل يقدروا يستفيدوا منه؟ يستفيدوا منه في 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 يعني الدخول عليه مفتوح. الحين هو يعني مكلف طبعا. الكتب العلمية مكلفة طبعا. كل فصل من الفصول قيمة علمية يعني صحيح. ما هو دكتورة أنا جدا متحمسة بصراحة أن أنا أسألك، يعني أنت جيتيني وجيتي على طبطابي، وبصراحة الموضوع جدا مهم وشدني، لأنه كثير الآن يمكن مؤخرا بنشوف عمليات التكميم مرة كثيرة صارت في العالم كله، مو بس عندنا في المملكة. فيمكن هذا كمان للأشخاص اللي مثلا متخوفين أو ما زال عندهم بعض التساؤلات كمان ممكن يفيدهم. لكن أنا أعتقد أنه الكتاب كمان 600 صفحة، 60 فصل، وأكثر من 60 خبير، فإحنا كمان ممكن الكتاب بما أنه أنت ذكرتي أنه يستخدم كمان كمرجع يستفيدوا منه الأطباء. طبعا هو الكتاب علمي، هو مختص للأطباء، ممكن يعني في المستقبل أجزاء منه تترجم، وخاصة جزئي ممكن يترجم يعني من ناحية المعلومات اللي مفيدة للتثقيف ممكن، لكن هو مرجع للأطباء. أي للأطباء في كل التخصصات المعنية بالسمنة، مش بس الجراحين يعني. فهذا أول مرجع موجود عندنا، يعني مع أنه العملية يعني الحين صار لها أكثر من 10 سنوات، يعني هناك كم هائل من المعلومات ومن الخبرات على مدى السنين، وكم هائل من مراكز السمنة لا يوجد فيها فقط الجراح. مع الأسف احنا نفكر بس انه هي الجراح، لا، مراكز السمنة الحين صارت مراكز تميز، صح، فيها تخصصات مختلفة، ما بين في أخصائية نفسية، أخصائية تغذية علاجية مش أي تغذية، فريق كامل، طبيب غير الجراح، دكتور التخدير،
متشعبة و اي متشعبة، وايضا في اشياء طارئة تحدث ولها توصيات علمية سواء كانت قبل العملية او اثناء العملية او بعد العملية. فالحمد لله يعني هذه اعتبر انه يعني هيكون مرجع علمي، المعلومات موجود، هو مرجع طبي علمي معتمد. ايوه جميل جميل. استشارية الجراحة العامة وجراحة السمنة دكتورة حنان شكرا لك ولمداخلتك معنا. مشاهدينا رح نطلع فاصل ونرجع لكم، بس رح نتابع بعد الفاصل. في سيدتي وطفلك طرق للترفيه عن الأطفال من دون التلفزيون. ننتقل الآن إلى تقرير مجلة سيدتي وطفلك ونتعرف على أهم الطرق للترفيه عن الأطفال من دون استخدام التلفزيون. أنا أشعر بالملل، عبارة عندما يقولها الصغار تدفعك للتساؤل، ماذا سأفعل لهم داخل المنزل؟ إليك طرق لتمضية الفراغ واللعب تطرحها سيدتي وطفلك لتبعد الملل عن أطفالك من دون تلفزيون. خليهم يرسمون في جميع أنحاء طاولتك، مدي مفرش قماشي على الطاولة وخلي الأطفال يرسمون عليه بالكامل، هذا الشيء رح يشعرهم بمتعة المشاغبة. ليرسموا بمسدس الرش، احصلي على زجاجات الرش البلاستيكية بالألوان المائية، خلي أمامهم حامل لوحة خشبية وخليهم يستمتعون بالرسم. خططي لحفلة رقص في الظلام، اجمعي كل العصابة وارقصوا في الظلام على موسيقى البوب، ويمكنهم كمان أن يحملوا العصي المتوهجة أو يضعوا الأقنعة على وجوههم. ارسموا لوحة فن الرصيف بطلاء الرغوة، اشتري عبوات طلاء الرغوة من النوع اللي ممكن ينمسح، راح يحب الأطفال رسم لوحتهم على جدار الحديقة أو الشرفة. ليلة الفيلم المنزلي، خلي الأطفال يسحبون قرعة لخمس أفلام تختارينها، والفيلم الفائز رح يتم عرضه الليلة. ارمي بعض الوسائد على الأرض وخليهم يبنون حصن ويتابعوا الفيلم كأنهم في سينما خارجية مع وجبات خفيفة. عيشوا حفلة المارشميلو المشوي في حديقة المنزل أو على فرن مطبخك، خلي المارشميلو في عيدان وخلي أطفالك يساعدونك في شوائها، تناولوها مع الشوكولاتة الساخنة والنكات المضحكة. أنتم ضيوفي اليوم، خلي أحد أطفالك يخطط لدعوة أخوانه أو أصدقائه على حفلة لتناول الحلويات أو وجبة ساهم في صنعها. قصص من حياتنا، خلي الأطفال يجتمعون وخلي كل منهم يروي قصة عن يومياته، وانتظري بعدها سيل من الأسئلة للتأكد من صحة روايته. خليهم يعرضون مواهبهم، شكلوا لجنة ذا تالنت والطفل الفائز يتم الاحتفال فيه على طريقتهم، هذا النشاط ذكرى لا تنسى. اصنعي بالونات الحكم، كل ما تحتاجينه هو بالونات ومضخة هواء لدفع القصاصات، يكتب الطفل حكمه واسمه على إحداهم، لما يفرقعون البالونات رح تسقط ورقة الحكم وعلى الآخرين تنفيذه. يعني بالفعل يمكن المدرسة كانت جزء كبير من الترفيه عند الأطفال، ولما نجلس في البيوت احترنا كيف نخليهم مبسوطين، ودائما نشعر بالذنب انه نحط لهم التلفزيون ونحط لهم كرتون طول الوقت، لا ممكن في حاجات تانية احنا لو نقضي وقت معاهم فيها هم حينبسطوا عليها. صحيح. يعني انا معك اتفق، تقدر تلعب معاها، تقرأ قصة، تكتبوا قصة سوا، تلونوا، نسوي مسرحية، تلعبوا بالأصوات، تسوي مسرحية، تسوي نفسك بتدخلي قاعة سينما، ترى هذه مرة حلوة، ويقصوا تذكرة كده تخليهم يقصوا تذاكر انه زي اوراق وتعطيهم وتحطي فيلم في الاخير على نتفلكس. الله مره حلو عليك والله. يعني العابنا اول يوم كنا صغار ايش نسوي؟ خيمه. ايوه كروت الصاله موتوا فيها مثل عيلتنا. ترى على فكره انا علمتها بناتي. انا علمتها. لا هذه ما اعرفها اصلا اللعبه دي، بس هذيك اللعبه اللي هي نحط الشاشه في الصاله جلال الصلاه فوق المخدات، لما نحط الكشن في البيت. ايوه بالضبط، كل واحد يبني بيت بالضبط نفس هذا البيت. هذا وضع عيالي. هذه هي اسمها كذا العروس والعريس؟ لا لا لا، هذا ثاني. هل تبني لها بيت تقعد فيه تصنطل جوا لحالها؟ لحالها، ولا تبغى احد معاها بيتي؟ ما في مشاركه. حلو، عروسه ما في اي، قاعده لحالها جوا. لا الملكه البرنسيسة. حلو مره، حلو مبسوطه والله انه احنا عندنا افكار نقضيها مع اولادنا في البيت. مهما استنيتك كمان تحكينا عن شغله مهمه، ذكرتي لي طفل عندكم في العائلة اللي هو دائما يقول بروح أقول للدادة حاجة. كيف تقضوا معاه وقتكم؟
لا يعني شوفي فعلا هذا يعني احد ماي كازنز قريب لنا، ولد عمي الصغير صراحه، دائما مره ما شاء الله حرك ويحب دائما، فعرفتي لما يصرف احنا نجي نلعب معاه كذا، فخاص ما يبغى يقعد على الالعاب او على الايباد بالاصح. اي فهو طبعا الناني حقته والمربيه يسمونها حجه ما ادري ايش يبغى اي، فما اعرف لانها كبيره بس انه كذا وما شاء الله تبارك الرحمن حجت فيسميها حجه، فيبغى يصرفنا ما يبغى يلعب معنا، يبغى الايباد. فلما يبغى يروح وش يقول؟ بروح اقول للحجه حاجه وما عاد نشوفه ثلاث ساعات ما عاد يرجع، ما ادري وهي تدلعت تحب تعطيه الايباد وكذا، فكل ما احد من الاطفال ما عاد يبغى يلعب معانا الالعاب يبغى يروح يقول لها حاجه، يبغى يروح يقول لها حلو شاطر ما شاء الله على جميل. زميلاتي يعطيكم الف عافيه من جد، اليوم كانت حلقه جدا جميله، ومشاهدينا اتمنى انه انتم تكونوا كمان استمتعتوا معنا واستفدتوا من سلفتنا اللي حكينا فيها، اكيد رح نكون معاكم بكره وبعد وكل يوم في امان الله.